السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم وصفه ديال عجينه الباتاشو بنكهات ديال الفرماج، اللي هي تتجي سهله التحضير وتتجي بنينه وهشيشه وخاويه من الداخل. ودابا غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. مية وخمسين غرام ديال الفرز، 125 مليلتر ديال الماء، 125 مليلتر ديال الحليب، شوية ديال الإبزار، 50 غرام ديال الزبدة. عندي هنا ثلاثة ديال البيضات كبار، كانوا صغار يكونوا أربعة، فروماج محكوك أحمر، شوية ديال الملحة. فوق نار هادئة غناخدو الطاوة نديرو فيها الحليب والماء والزبدة ديالنا. على ما تذوب لنا الزبده وتنشوفوا الحليب صافي بحال اللي قرب بدات، يعني عاد بدات يطيب، صافي تنطفيو النار ديالنا وناخذوا الطاوه نزيدوا فيها الطحين. كل طقه وحده غنزيدوا الطحين ديالنا ونحركوا مزيان باش نجمعوا العجينه. ما جمعنا العجينه ديالنا بسرعه، ما خصناش نتعطلوا فيها، مشينا شعلنا النار ديالنا خفيفه تكون قليله وبدينا تنحركوها لمده واحد دقيقه هي باش ينشف الماء ديال ما يبقاش. صافي غادي نديروا له دابا هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. ثم غنبقاو نديرو البيض، غنبداو نخدمو بيضة بيضة، يعني نخدمو بيضة ونحركوها مزيان نخلطوها حتى تخلط، نعاود نزيدو الثانية ونخلطوها مزيان حتى تخلط، عاد نديرو الثالثة هي الأخرى. من بعد غنزيدو الفروماج ديالنا. بالنسبة للفروماج أنا راه درت شويه بزايد حيت يعجبني المذاق ديال الفروماج. نتوما لما كانش عندكم هادشي يعني هاد القياس كامل، غديرو كاع جوج معالقات كبار بركة راه غيكفيكم. صافي وجدت لنا الباتاشو ديالنا. غادي ناخذ واحد الطاوه ديال الفران غندهنوها بزويته. هي هنا رانا كورتها، هي بصراحه اللي غيديرها اول مره اما يديرها بمعلقه لحقاش ما خشاش تعجن بزاف باليد، او يديرها بالجيب الحلواني حسن. صافي غنديروها من بعد في الفران، غنديروا لها 180 درجه د الحراره. وصيه بغيت نوصيكم، منين يطفى الفران منين طيب وصافي طفى الفران تخليوها تولد ساعه في الفران تبقى، عاد جبدوها منه. ها الباتاشو ديالنا وجدت لنا اللي جات رائعه ولذيذه وزوينه خفيفه. بالنسبه ليكم باش ما بغيتو تعمروها من الداخل، يا اما بكبيده اما بشامبليون مشحر مع بصيله اما الطون، اي حاجه تتبغيوها ديروها من الداخل. بالنسبه لي انا خدمت لا مايونيز في الدار عندي ودرتها بها مع شويه ديال المعدنوس كما تشوفوا زوقتها بالفرماج والمعدنوس. دابا حنا اليوم درنا باتاشو على النكهه ديال الملحه، مره اخرى ان شاء الله بحول الله غنديرها لكم حلوه ونوريكم عاوتاني على الشكل حلوه كي تجي تجي زوينه اللي بالنسبه اللي تيبغيو الناس داكشي حلو. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنساوش تابوناو
ديروا لي كومونتير وانا تنتقبل اي كومونتير ديالكم درتوه. مرحبا.